قاصدا بنعمتك الا اعود اليه، واسالك بشفاعه امك الطوباويه ان احسن تاملي في تتبع مراحل الامك وموتك ليكسب الغفران الممنوع لمن يقوم بهذه الرحله المقدسه. امين. نتأمل في الحكم على يسوع بالموت. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بسببك المقدس خلصتنا العالم. يا للعجب من أن خليقة أثيمة تجلس وتحاكم خالقها البار، ثم تقضي بالموت على من وهبها الحياة. أليس هذا المنكر صنيعك يا نفس؟ كلما قضيت بالإثم وصرخت ليصلب يسوع ليصلب، ألا يا أم يسوع وأمي استغفري لابنك واسأليه نجاتي من القضاء بالموت الأبدي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافا يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليكم يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. نجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين. آمين. ارحمنا يا رب. استجبنا يا المرحلة الثانية، لنتأمل في حمل يسوع صليبه على منكبيه. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، يا فادي الحبيب، أنت تقبل الصليب على عاتقك وتسير في طريق الجلجلة الشاق. ألا يكفيك أشواك الإكليل غارسة في رأسك والدم يسيل من أطراف جسمك؟ نعم يا إلهي، إن هذا ما استوجبه التكفير عن آثامي، وهذا ما تطلبه تعليمي، لأن الطريق الملكية الموصلة إلى السعادة هي طريق الصليب والاحتمال. ألا يا مريم أمي، تمد لي نعمة الكفر بالنفس وحمل الصليب واتباع يسوع المخلص. آمين.
أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى زمن الدهرين. آمين. ارحمنا يا رب. استجبنا المرحلة الثالثة، لنتأمل في سقوط يسوع تحت الصليب المرة الأولى. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. أسفا عليك يا يسوع إلهي، فإنما عانيته في الليل السابق من تنكيل معذبيك ونزف دمائك، وما تكابده الآن من حمل صليبك الثقيل، أنهك قواك فسقطت تحت حملك الباهر. وعوض أن يحمل مقبرك هذا على الشفقة والإسعاف، أرى أعداءك يلهدونك بقسوة بربرية وأنت صادق. ألا فخزي يا نفسي مما سببته خطاياك لفاتك، وخففي عنه لتحملك بعض هذا وفاء عنه. وأنت يا مريم استبدي لي نعمة العبادة والصبر والتوبة. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين. بسم الله والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين. آمين. ارحمنا يا رب. Thank you.
المرحلة الرابعة لنتأمل في التقاء يسوع بأمه الطوباوية. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. أي قلب لا ينفطر جزعا لدى مشاهدته شدة الحزن والألم التي شعر بها قلبا يسوع ومريم عند لقائهما في طريق الجلجلة. يا نفسي ما أفظع خطاياك وأقبح جرائمك التي كبدتهما مثل هذا الكرب والعذاب. ألا يا أم الخطأ أمي، استمدني من يسوع ابنك وفادية مغفرة خطاياي والثبات في محبتكما. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين. آمين. استجبنا يا يسوع، أي قلب لك سيبكي إن يرى العذراء تشكي حزن أحشاها المرحلة الخامسة لنتأمل في إعانة سمعان القيروان ليسوع في حمل الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. ها قد ظهر يا يسوع ضعف قواك لأعدائك أنفسهم، فاضطروا أن يسخروا إنساناً لإسعافك في حمل الصليب، وقد سمحت بذلك لتفهمني بأن فدائي لا يتم إلا بمشاركة إياك في حمل الصليب وبقبول طوعاً ودون تشك ما تسمح عنايتك الإلهية أن أقاسيه من المشاق والمصائب في طريق هذه الحياة. فيا مريم أمي، اطلبي لي من ابنك نعمة مقاسمة لآلامي والتكفير عن خطاياي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا والد الله، صلي لأجلنا من خطأ الآن
المجد للآب والابن والروح القدس. كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى أبد الآبدين. آمين. ارحمنا يا رب. المرحلة السادسة، لنتأمل في مسح القديسة فيرونيكا وجه يسوع بالمنديل. نسجد لك أيها المسيح ونباركه، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. يا لسعادتك أيتها المرأة الشجاعة والفاضلة فيرونيكا، فإن حبك ليسوع وشفقتك عليه حملاك على افتراق صفوف أعدائه لمسح وجهه المبلل بالدم والعرق، فبذلك فرجت عنه بعض الكرب والعذاب. وقد أظهر رضاه عن عملك بطبعه صورة وجهه المقدس على منديلك. ألا استمد لي مع أم العذراء والدته نعمة الانتصار على الحياة البشري بإظهاره أمام أعدائه صدق حبي وحسن تعهدي له. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطي وسائلنا، ولا تدخلنا التجارة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. كما كان في البدء هو الآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين. آمين. أرفع رأسي متكبرا وأعلن على رؤوس الأشهاد
بأنني لا أقبل شريعة سوى إرادة مائلة إلى الشر. ألا رحمك يا إلهي أعف عني وتغمد بلطفك تهوري، وأنت يا أماه أم ربي استمد لي من ابنك نعمة التواضع والخضوع لوصاياه والعمل بها دائما. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ويأتي ملكك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا أنفسنا كفافنا يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، امتلئ نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى الأبد. آمين. ارحمنا يا يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك
التاسعة لنتأمل في سقوط يسوع ثالث مرة على الأرض. نسجد لك يا المسيح ونباركك لأنك سيدك المقدس والسلام. هو ذا أرى القدير الضابط بيمينه السماء والأرض مطروحا لثالث مرة على الحضيض مثقلا بجرائمي وذنوبي. ما أطول أناتك علي يا إلهي في نكث عهودي وعودتي إلى إهانتك، فلا تسمح يا إلهي أن أطمع بجودك ونعمتك وأعود من جديد إلى الخطيئة، بل هب لي بشفاعة أمك نعمة فعالة لأبغض الإثم بغضا أبديا. آمين. أبانا الذي في السماوات يا تقدس اسمك يا أبي ملكك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا واغفر لنا كما نحن نغفر لمن خطي وسائلين، ولا تدخلنا في التشارك لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. السلام عليك يا مريم يا مبتلى المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى أبد الدارين. آمين. ارحمنا يا خلصت العالم. هزائن السماء بالكواكب اللوالى وملبس البرايا حللها السوابغ يعرى على مشهد من الملأ، فيبدو جسمه الطاهر مهشما بالقلوب والجراح. أهذا يا ترى المكتوب عنه أجمل بني البشر؟ لقد رأيناه وما عرفناه، وقد صح فيه قول النبي: أنا دودة ولست إنسانا. ألا فاحجري يا نفسي وارتدعي عن مساوئك وأشفقي على إلهك المتحمل العذاب والعار من أجلك. وأنت يا أم يسوع فادية أطلبي لي من ابنك نعمة التوبة النصوح ليكفر عن خطاياي إلى النفس الأخير من حياتي. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة
الآن وفي ساعة موتنا. آمين. بشر الآب والأبن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى الدارين. آمين. استجبنا يا يسوع اجعلي أمي الحزينة الجراحة ثمينة قلبنا القاسي توصي أيتها الأم القديسة اجعلي جروحا وحيدي في قلبي مضطابعا. المرحلة الحادية عشرة، لنتأمل في صلب يسوع. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. من يستطيع أن يراك يا فادي مثمرا بيديك ورجليك على خشبة العار ما بين للصين شريرين ولا تتقطع أحشاؤه كملا ولهفا وتسكب عيناه دموع الساخنة لوعة وأسفا؟ تعسى لك يا خطيئتي ما أفظعك وأقساك في تسليمك وحيدا الآب للصلب، وما أعظم شقائك يا نفسي إن لم تستفيدي من عمل فدائك. ألا يا مريم أمي لتغسل بشفاعتك دماء مخلص ذنوبي وجرائمي، وليملك حبه فؤادي وعواطفي في حياتي بأسرها. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطي وأساءَ إليه، ولا تدخلنا في التجارة لكن نجنا من الشرير إنك السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. بشر الآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى أبد الآمين. آمين. جثة هابلة.
والشمس أظلمت وحجاب الهيكل شق إلى اثنين، والأرض تزلزلت والصخور تشققت حزنا على موت باريها. وأنت يا قلبي أتبقى جامدا لا حراك فيك في هذا مشهد موت فديك؟ ألا يا أم يسوع مخلصي، أضربي قلبي الصخري بعود صليب ابنك، وفجري منه دموع الحزن على حبيبك والتوبة على خطاياي لأفوز بثمرة فدائي. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، ليكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا أنفسنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في الخشاب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا روح الأمانة، وبركة مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. ارحمنا يا رب. استجبنا يا وتسليمه لأمه. نسجد لك أيها المسيح ونباركك، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. وخسرتاه عليك يا أم يسوع، ما أشد ألم الحربة التي اخترقت فؤادك عند قبولك في حضنك وحيدك المقتول، بعدا لخطاياي التي كانت علة في قتله وداعية لعظم لوعتك وتفجعي. ألا فليكن موتك يا فادي مبررا لي ومقدسا، وليكن فرط حزن أمك وارتياعها حاملا إياي دائما على حفظ وصاياك. آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا أنفسنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا،
ليقوم في اليوم الثالث من بين الأموات. نسجد لك يا المسيح ونباركه، لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. اسمح لي يا فادي يسوع أن أرافقك مع العبراء يومك إلى القبر، وأن أسكب على مدفنك دموع التحسر والتوبة، راغبا إلى جودك لاستحقاق أحزان بدون أمك وأبنا، أن تطهر نفسي وجسدي وتجعلهما هيكلا تقيم فيه سكناك وتجد فيه راحتك وسلواك، بحيث أموت لذاتي فتحيا فيا وأحيا بك ولك إلى الأبد. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا أنفسنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارة لكن نجنا من الشرير، لأنك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المشكور الآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين. آمين. ارحمنا يا استجبنا يا يسوع إذ يموت الجسد مني، بلغ نفسي تمني ما اجتمعنا الحبيب إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الدهرين. أين الوفاء؟
Thank you.
يجدوه فوق الصليب دهشتان بين البرايا عجبان عند الشعوب وهو في البيعات حاط وسلامه الغيظ قد كان حب إلي فتقلدت الصليب وتحملت لأجلي غصة الموت الرهيب ليتني